أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب من ادعى الامامة وليس لها باهل ومن جحد الائمة او بعضهم من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من احاديث هذا الباب عن الوليد ابن صبيح قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان هذا الامر لا يدعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره. الآيات والروايات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنوب، والعقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما فيهما في الدنيا وفي الآخرة. مثلا آل فرعون الله سبحانه وتعالى أغرقهم في الدنيا عقوبة لهم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جمع لهؤلاء الكفار عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. طبعاً إذا كان الإنسان مؤمناً وأذنب ذنباً فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع عليه عقوبة الدنيا والآخرة كما في الأحاديث الشريفة، لكن إذا كان كافراً يجمع الله سبحانه وتعالى، قد يجمع الله سبحانه وتعالى عليه العقوبتين. وقد تكون العقوبة في الآخرة، وقد تكون العقوبة في الدنيا، كبعض المؤمنين الذين يذنبون، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يؤخر عقوبتهم إلى الآخرة، ليكون لهم الخزي هناك، أو يكون حط من درجاتهم. فلذا يصفيهم في الدنيا ببعض البلايا. هذا عندما يبتلى يتوجه الى الله سبحانه وتعالى، يتضرع، يتوب، فيكون هذا العقاب الدنيوي كفارة له على ذنوبه. ومن جملة العقوبات الدنيوية ما يسمى بالأثر الوضعي، وقد لا يكون الأثر الوضعي عقوبة، لكن قد يكون عقوبة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الذنوب آثارا في الدنيا، يعني مثلا إذا واحد قطع رحمه، قطع الرحم من المحرمات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بوصله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أرحام المؤمنين بعضهم لبعض. إذا واحد قطع الرحم فمن آثاره الوضعية الدنيوية أن الله سبحانه وتعالى يقدر لهذا الإنسان القاطع قلة العمر، عمري يقل. وبالعكس بعض الطاعات لها آثار دنيوية. من جملتها وصل الرحم، إذا واحد وصل رحمه الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره. لأن الآجال قسمان. قسم منها أجل مسمى وقسم منها أجل معلق قضى أجلا وأجل مسمى عنده كما في سورة الأنعام الأجل المعلق هو الأجل الذي يشترط بشروط والأجل المحتوم هو الذي لا يشترط بشروط هذا الأجل المحتوم، هناك أجل معلق بشرط مثلا قوم يونس الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم العذاب فكان قد جاء أجلهم لا المحتوم الذي لا يقدم ولا يؤخر أجل معلق بعدم التضرع فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا لكن قوم يونس تضرعوا فالله سبحانه وتعالى متعهم الى حين اخر اجلهم فعلى كل حال هذا بحث قد مر في بحث البداء وهو ان الله سبحانه وتعالى بحكمته يقدر تقديرا ثم بحكمته يغير ذلك التقدير. والبداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات. هذا انسان كافر، فاسق، الله يقدر له جهنم. يتوب، الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير فيقدر له الجنة، مثلا. هذا الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فيه يقول: إن ادعاء الإمامة لمن هو ليس أهلا لها، واحد كذبا يدعي الإمامة. الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا بأن يبتر عمره، يقصر عمره ما يعيش طويلا. لو ما كان يدعي الإمامة كان التقدير لعمره أكثر، لكن لأنه لما ادعى الإمامة الله سبحانه وتعالى قصر عمره، هذا أثر وضعي لهذا الذنب العظيم اللي هو ادعاء الإمامة لمن ليس له بأهل، ولذلك تشاهد في تاريخ السلاطين الأمويين والعباسيين والعثمانيين. الذين ادعوا الامامة والخلافة لرسول الله كذبا وزورا تشوف اعمارهم قصيرة يعني شوف بني العباس مثلا ما تشوف واحد منهم بلغ الخمسين الا القليل جدا سبعه وثلاثين واحد من سلاطين بني العباس ماكو واحد بيهم الا القليل بلغ خمسين يعني ما صار عمره خمسين سنة. هذا هارون الرشيد مثلا اللا رشيد المعروف كذا سبعة وأربعين سنة فقط وكذلك سلاطين بني أمية أغلبهم لم يعمروا كثيرا لذا تشوف فترة حكم بني أمية تقريبا نيف وثمانين عاما ألف شهر 13 واحد من سلاطين بني أمية حكموا 13 واحد في هاي الفترة ثمانين سنة لأن أعمارهم قصيرة كانت هسه الله سبحانه وتعالى كيف يبتر أعمارهم تارة بسبب غيبي تشوف واحد شاب قاعد كذا فجأة يموت ما إلى سبب ظاهر وتارة إضافة إلى السبب الغيبي أكو سبب طبيعي مؤامرات تحاك في القصور مثلا او افراط في الملذات الدنيويه هذه تسبب ذبول الجسم والموت ان هذا الامر يعني الامامه والخلافه لرسول الله صلى الله عليه واله لا يدعيه غير صاحبه الا بتر الله عمره الله سبحانه وتعالى يقطع عمره طبعا هذا على سبيل المقتضي هذه الامور الاثار على سبيل المقتضي لان هناك قد يكون تزاحم بين المقتضيات وقد تكون هناك موانع كما في الامور التكوينيه كذلك في الامور الغيبيه وتفصيلها في وقت اخر ان شاء الله. الحديث السادس من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق. قال: من اشرك مع امام امامته من عند الله. من ليست امامته من الله كان مشركا بالله. يعني اذا واحد خلط يعتقد بالامام الحق ويعتقد بالامام الباطل. خلط بين الامرين. هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى طبعا الشرك حسب الايات والروايات نوعان شرك جلي وشرك خفي الشرك الجلي هذا بان يصرح الانسان بان لله شريكا والعياذ بالله يقول عيسى ابن الله وهو شريك لله يقول هذه الأصنام شركاء لله والعياذ بالله هذا الشرك الجلي ومن أشرك شركا جليا خرج عن الملة يعني هذا كافر ظاهرا وباطنا وليس بمسلم وعدنا شرك خفي الشرك الخفي هو الذي لا يعتقد او لا يصرح بان لله شريكا ولكن يعمل عملا ويعتقد بعقيده مآلها الى جعل شريك لله مثل المرائي هذا اللي يصلي لا لله يصلي للناس الرياء من الكبائر لكن المرائي لا يكون كافرا خارجا عن الملة يعني إذا واحد رأى في صلاته هذا لا يجري عليه حكم الكفار لكنه مشرك بالشرك الخفي ليش؟ لأنه أنت تصلي لمنو؟ تصلي لله؟ لا تصلي لغير الله العبادة التي هي لله جعلتها لغير الله فبالمال يكون قد اشرك بالله هذا الشرك الخفي اذا شيء خاص بالله والانسان جعله لغير الله فهذا يكون مشركا تاره شركا بشرك جلي تاره بشرك خفي تعيين الامام هذا خاص بالله الله ما اعطى لاحد حتى الرسول الله ما اعطى هذا الحق ان يعين الامام، الرسول يبلغ الله سبحانه وتعالى عين امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام للامامه فاوحى لرسول الله بان يبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول مبلغ وليس معينا، الله يعين، وحتى عندنا في بعض الأحاديث لعظم أمر الإمامة، الله سبحانه وتعالى لم يجعل جبرائيل واسطة في وحيها. لرسول الله بل في المعراج الله سبحانه وتعالى مباشره كلم الرسول بخلق الصوت بان يبلغ امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لعظم الامر فاختيار الامام خاص بالله يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وتعالى يشركون. الخالق هو الله وهو الذي يختار يختار الانبياء يختار الائمه لان الامام وكذلك النبي يجب ان يصطفيهم الله سبحانه وتعالى للامامه لان الله حكيم. الله يصطفى الانبياء وكذلك يصطفى الائمه ثم اورثنا يعني بعد رسول الله ثم اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ان هذه الامه الله سبحانه وتعالى اصطفى منهم من عبادنا طبعا العباد اقسام فمنهم يعني من العباد ظالم لنفسه بانكار الامام ومنهم مقتصد بالايمان بالامام ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اللي هو الامام وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، هسه إذا واحد اعتبر نفسه أنه يتمكن من أن يختار هذه الصفة خاصة بالله أن يختار الأنبياء والأئمة هسه إذا واحد قال احنا نقدر نختار الأئمة هذا مشرك بالشرك الخفي. من أشرك مع إمام إمامته من عند الله يعني يقبل مثلا بأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إماما يقبله يقبل بإمامة الحسن يقبل بإمامة الحسين عليهما الصلاة والسلام لكن يشرك محمد ابن الحنفية يقول محمد ابن الحنفية أيضا إمام محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه لم يدعي الإمامة هسه اكو جماعه هم الكيسانيه جاءوا ودعوا له الامامه او اسماعيل ابن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام جليل تقي نقي ومات في زمن الامام الصادق ما ادعى الامامه هسه اذا واحد ياتي ويدعي له الامامه من أشرك مع إمامٍ إمامته من عند الله أشرك معه من؟ من ليست إمامته من الله كان مشركًا بالله، ليش مشرك بالله؟ للآية الشريفة نعم هذا شركٌ لا يخرجه عن الملة في الدنيا ذكرنا في الحلقة الماضية أن جميع فرق المسلمين الذين يتشهدون الشهادتين إلا الغلاة والنواصب الذين يتشهدون الشهادتين هؤلاء محكومون باحكام الاسلام في الدنيا حتى المنافق. المنافق محكوم باحكام المسلمين في الدنيا في التناكح والتوارث وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن في الاخره فرقه واحده هي الناجيه والباقي في النار. حديث اخر عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله يعني الامام الصادق عليه السلام: رجل قال لي اعرف الاخر من الائمه ولا يضرك الا تعرف الاول. فقال: لعن الله هذا فاني ابغضه ولا اعرفه وهل عرف الاخر الا بالاول؟ معرفه الائمه عليهم الصلاه والسلام واحدا واحدا من اصول الدين يعني واحد يعرف امامه الامام امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ثم الحسن ثم الحسين ثم يعرف امامه زين العابدين ثم الباقر ثم الصادق إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واحدا واحدا بأسمائهم التفصيلية هذا من أصول الدين أكو شخص في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مو مهم تعرف السابقين المهم تعرف الإمام في هذا الزمان من هو يعني مثلا احنا الان في زمن الغيبه في زمن ال... امامه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني نطقه بالامامه تعتقد بالامام المهدي لكن لا تعرف الائمه الماضين من هم الائمه الماضين ما يعرفهم هذا الشخص يزعم انه مو مهم انت تعرف امام زمانك اما سائر الائمه الماضين ما تعرفهم مو مشكله الامام الصادق يلعن هذا الشخص، لعن الله هذا، وهل عرف الاخر الا بالاول؟ الائمه واحدا واحدا هم من اصول الدين، الاصل الرابع من اصول الدين شنو هو؟ الامامه، التوحيد، العدل، النبوه، الامامه، شنو معنى الامامه؟ معنى الإمامة أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى اختار لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله اثنا عشر وصيا أئمة من بعده واحدا واحدا بأسمائهم المعرفة الإجمالية هنا ما تكفي إذا واحد يقول أنا أعتقد ب 12 إمام والآن هذا الزمان هو الإمام المهدي الحجة بن الحسن العسكري نقول زين عددهم الأئمة ما يعرف؟ هذا ما يكفي لازم يعتقد بواحد واحد بالتفصيل يعرفهم لذا على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم أسماء الأئمة واحدا واحدا؟ الإمامة ليست بأن تعتقد بأن الله يعين أئمة هذا جزء وجزء منا أن تعتقد بالأئمة واحدا واحدا وان لا تضيف اماما وان لا تنقص اماما وان تعرف انهم معينون من قبل الله سبحانه وتعالى وان لهم العصمه وما الى ذلك من امور ترتبط بمباحث الامامه هسه واحد يعتقد بالامام الحاضر وما يعرف الائمه السابقين ما يكفي هذا من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هذا بالنسبه للحاضر وكذلك من مات ولم يعرف الائمه الماضين اذا واحد كان كافرا او كان ضالا لعنه جائز طبعا ان تجاهر بهذا اللعن او لا تجاهر بهذا اللعن هذا يرتبط بمباحث اخرى يرتبط ببحث التقيه يرتبط ببحث السلب الاجتماعي يرتبط بامور اخرى لكن بينك وبين الله سبحانه وتعالى تلعن الظال تلعن الكافر هذا جائز بل قد يكون واجبا لان البراءه من اعداء الله سبحانه وتعالى من الواجبات، التولي والتبري. هذا الشخص الذي يعتقد بهذه العقيدة، عقيدته فاسدة، في أصول دينه خلل، ضال. والضال يجوز لعنه، لذا الإمام قال: لعن الله هذا فإني أبغضه ولا أعرفه. لا أعرفه، هذا بحث آخر يرتبط بعلم الإمام قد مر فيما مضى. لا أعرفه بمعنى أنه لا أعرفه بالإيمان. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بالإيمان، ويعرفون الناس بالكفر. فلان مؤمن أو ليس بمؤمن، يعرفه بالإيمان أو بالكفر، ليش؟ لأنهم شهداء على الخلق. وامام كل زمان يوم القيامه يشهد على الخلق. يوم ندعو كل اناس بامامهم. الرسول صلى الله عليه واله شهيد على الذين كانوا في عصره. ومن كل امه الله سبحانه وتعالى سواء من الامم الماضيه انبيائهم شهداء عليهم. أو من هذه الأمة إمام كل زمان شهيد على أهل ذلك الزمان. زين شلون يشهد إذا هو لا يعلم؟ تصير شهادة زور. الله سبحانه وتعالى يخبر الرسول يخبر الأئمة بإيمان وكفر الناس، يعلمون إيمان وكفر الناس. هسه كيفية هذا العلم عمود بالنور يخرج من كل بلدة الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك هذا تفاصيل مذكور في الأحاديث وقد مر في بعض المباحث الماضية بشكل إجمالي الإمام يعلم ويعرف المؤمن من غير المؤمن فلذا الإمام يقول فإني أبغضه هذا إنسان ضال أنا أبغضه قلبا والعنه لسانا ولا اعرفه يعني لا اعرفه بالايمان مو انه لا يعرف شخصه لا لا اعرفه بالايمان وهل عرف الاخر الا بالاول؟ انت شلون تعتقد بامامه هذا الموجود؟ سؤال طريق معرفه الامام نص رسول الله صلى الله عليه واله وكل إمام سابق نص على الإمام اللاحق هذه العلامة البارزة طبعا هناك علائم أخرى موجودة مثلا العلم مثلا المعاجز لكن المعاجز من الأئمة ما كانت حالة عامة كانت حالة استثنائية لكل إمام معاجز وقد جمعها البحراني رضوان الله تعالى عليها السيد هاشم في كتاب مدينة المعاجز لكل إمام معاجز لكن غالبا هذه المعاجز كانت خاصة وليست عامة لحكمة من الله سبحانه وتعالى في ذلك زين غالب الناس لم يكونوا قد رأوا المعاجز غالب الناس ليسوا بذلك المستوى بحيث أنه يكتشفوا من علم الإمام إمامته مستواهم متدني ما يقدرون من هذا الطريق يكتشفون الإمامة هذا الاوحدي من الناس من العلماء اللي مستواهم عالي من كلام الامام يكتشفون امامته. الطريق الغالب لغالب الناس هو النص. يعني الامام زين العابدين نص على الامام الباقر، الامام الباقر نص على الامام الصادق. والرسول صلى الله عليه واله نص على جميعهم. انت اذا ما تعرف السابق شلون تعرف امامه اللاحق؟ ما لك طريق. وهل عُرف الآخر إلا بالأول؟ حديث آخر عن ابن مسكان قال: سألت الشيخ عليه السلام يعني الإمام الصادق، الإمام الصادق يعبر عنه بشيخ الأئمة. سألت الشيخ عن الأئمة قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد انكر الاموات، اذا تنكر امام زمانك لا ينفعك ايمانك بالماضين، يعني الواقفه كانوا يؤمنون بالامام امير المؤمنين علي عليه السلام، وبالامام الحسن، وبالامام الحسين، وبالامام زين العابدين، وبالامام الباقر، وبالامام الصادق، وبالامام الكاظم، يعني يؤمنون بامامه سبعه من الائمه لكن أنكروا إمامة الإمام الرضا طمعا في حطام الدنيا هذا ما يفيد مثل واحد يعتقد بنبوة آدم وبنبوة نوح وبنبوة موسى وبنبوة عيسى وينكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله ما يفيد اعتقاد بالأنبياء الماضين اليهود يعتقدون بالأنبياء الماضين باستثناء عيسى عليه السلام ومحمد وبعض الانبياء اللي جاءوا بعد موسى كيحيى مثلا يعتقدون بنبوه الانبياء بس هذا يفيدهم لا من انكر واحدا من الانبياء فقد انكر الجميع يعني عقيده فاسده باطل لا ينفعه ذلك مثل واحد يصلي الركعه الاولى يتمها الركعه الثانيه الثالثه الرابعه في ركوع الركعه الرابعه خلاص يترك الصلاه ما يسجد ما يشهد ما يسلم صلاة باطلة لأن هذا شيء كامل من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات يعني لا ينفعه اعتقاده بالماضين منهم عليهم الصلاة والسلام وهناك أحاديث أخرى سنتلوها عليكم في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين